السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكم خوتي أينما كنتم وحيثما وجدتم في حصتكم الأسبوعية ملفات مع أمير ديزاد على شاشة الشرق الأوسط. وصلتنا رسائل كثيرة، قالك يا أمير افتح لنا الملفات تاع قائد أركان الجيش القايد صالح، بعدما تأكد الشعب مما قلناه سابقا على أن القايد صالح قائد أركان الجيش الذي أتى به بوتفليقة منذ سنة 1999 إلى يومنا هذا، وعمل مع السعيد بوتفليقة جنبا إلى جنب بعد الجلطة التي أطاحت وأسقطت بوتفليقة، وكان ظل مع الجناح تاع القايد صالح لمدة سنوات، واليوم أراد أن يوهم الشعب على أنه ضد العصابة وهو جزء لا يتجزأ من هذا العصابة، ولديه ملفات فساد كارثية كارثية كارثية. إذا كنت يا القايد صالح خايف، بالمناسبة نفتح قوس، إذا كنت خايف من ملفات تاع الفساد اللي ماسكينها عليك الأجنحة الأخرى وتتهرب وخايف لا يخرجوها لك، حنا غادي يخرجوا لك الملفات تاع الفساد تاع اولادك وتاع الاموال الطائله اللي كونوها اولادك في عنابه وفي العاصمه وفي كل انحاء الجزائر وحتى خارج الجزائر، هكذا كما نقول بالعاميه في الجزائر، باش تبرد ضربه واحده. الان القايد صالح لديه ثلاث بنات وثلاث اولاد يمتلكون ثروات وشركات واموال اللي راح نتكلم عليها الان. دعونا نذهب إلى هذا الجنجل بسرعة ونعود لنبدأ بفتح ملفات أبناء القايد صالح، نزولا عند رغبة المتابعين والمشاهدين لقناة الشرق الأوسط ولصفحتنا على الفيسبوك. راسلونا بقوة، كما يقول أنا خطيني الشعب يريد أن يرى ملفاتك، وإحنا راح نوروه الأموال تاع أولادك وثروات ليكونوها في ظل هذه المنظومة الفاسدة والمؤامرات على الشعب، وكما نقول بالعامية في الجزائر تهفوا في الشعب وانتم كلكم عصابة واحدة. نذهب إلى هذا الجنجل ونعود إخواني. ميزانية الجيش في الجزائر تقدر، يعني ونعطيكم يعني نقص عليكم من الحديث، يعني من 2012 إلى يومنا هذا تم ضخ حوالي 10 مليار دولار في ميزانية الجيش، ولكن نزيد نبسط لكم بالعملة الوطنية في الجزائر حوالي 120 ألف مليار سنتيم، 120 ألف مليار سنتيم، تخيل هذا الرقم. ولكن نشوفوا معاناة خاوتنا الجنود ويرسلونا، وراهم أصبحوا حتى في الفيسبوك يحطوا هما يعني معاناة كارثية، خاوتنا راهي تعاني في الصحاري في في الجبال في كل في القرى والمداشر، إخواننا عندهم معاناة كبيرة، حتى وجبة العسكري الواحد أصبحوا يقسموها على أربعة، النقل العسكري رقم شفتوا بالمناسبة، ربي يرحم إخواننا الذين استشهدوا 257 عسكري اللي سقطت بهم الطائرة، ربي يرحمهم، كانت بالأمس الذكرى تاعهم، ربي يرحمهم ويوسع عليهم جميعا. يعني خردة في الطائرات، طائرة الخردة، زيد على ذلك أجروا في طائرات المدنية اللي هي تابعة لشركة التصيلي. أين ميزانية الجيش؟ وين راحت ميزانية الجيش؟ هذا السؤال مطلوب، يعني معاناة كارثية، وإخواننا العسكر هم المتضررين الأكثر من هذه الجنرالات المرتزقة والناهبين لأموال الجيش. تذهب ميزانية أموال الجيش إلى جيوب الجنرالات وأبناء الجنرالات. بداية، والحصة تاع اليوم تتعلق بالقايد صالح وأبناء القايد صالح. بداية نبدو بومدين المدعو ديدو في عنابة، ومعروف اسم ديدو هو اسمه الحقيقي بومدين أحمد القايد، يبلغ من العمر 40 سنة ومساهم في 8 شركات أعمال زراعية. الشيء اللي غادي نبثه لكم اليوم في هذه الحلقة ما هو إلا قطرة من بحر، وما خفي أعظم، قطرة من بحر، وتخيل كم الكمية على الأموال اللي نهبوها باسم إخواننا في الجيش المتضررين وخوتنا الزواولة. أنا إحنا كي نقولوا في الجيش والشعب خاوة خاوة، طبعا خاوة خاوة مع الجندي والكابران والسرجان والأجودان، ومع خوتنا اللي هما ضباط وسط وضباط يعني نزهاء في الجيش، وليس مع الجنرالات المرتزقة اللي اليوم بعد ما داروا كما نقولوا في بالعامية داروا تير في العسكر وغبنوه وداروا فيه كل المنكر، اليوم راهم يتخباوا مور الجيش. نقول لكم من هذا المنبر أن الجيش الجزائري لن ينصاع لقمع الشعب الجزائري يا جنرالات الخردة، لأنهم أصبحوا يعرفون حقيقتكم، وأصبحت معركة تحرير الوعي حتى داخل المؤسسة العسكرية حتى يعرفون الحقيقة تاعهم، وهم أبناء الجزائر العميقة. والتحية لكل إخواننا في الجيش الوطني الشعبي اللي هم أبناء الزواولة. نرجع إلى ملف ابن القايد صالح، عنده الأولى شركة ألبان
والجبن التي تدعى باسم سوب رود، هذه رقم واحد. رقم اثنان، عنده شركة تدعى أكا مينيرال للمياه المعدنية وتعبئة المياه، واقعة تم إنشاء هذه الشركة في الطارف. مصنع الرغية الذي كان متاح لعامة الشعب في الطارف استولى عليه ابن الجنرال المرتزق القايد صالح وأصبح ملكا له، وأصبح يمول به الجيش منهم وإليهم، زيتهم في دقيقهم، حتى أصبح إخواننا في الجيش يرسلون الصور من داخل الثكنة العسكرية ويقول لك هذو المياه تاع القايد صالح راح يمول فيها بالجيش بفواتير خيالية يضرب للسماء في الفاتورة، لأن الألوال تاعه هو اللي يسني كلش في آخر مطاف. وينشط كذلك بومدين ابن القايد صالح في قطاع البناء، حيث تعمل مؤسسة ريان للبناء وتسويق البيتومين وتعديل الرمال، كما نقولوا في العامية في الجزائر عندها الكاريرات تاع الرملة، وكاريير تاع الرملة عبالكم بلي الأموال اللي يضخها وشكون اللي يستولي على الكاريير تاع الرملة في الجزائر، وراكم ما تعرفوا هذا الشيء، ماشي جديد عليكم ولا غريب عليكم. رابعا، لديه مستودعات جمركية من خلال شركة PSDA، هذه الشركة هي ملك لبومدين ابن القايد صالح إلى جانب شقيقه عادل، عادل هو أصغر منه، عادل أحمد القايد الذي هو صاحب صحيفة كاتبة باللغة العربية في عنابة، صحيفة صغيرة يظل يكتب على روحه وعلى بابه فيها شغل، أنديري باجة تاع فيسبوك مش صحيفة ويحطهم فيها شكالات عدراهم. واسم الصحيفة في عنابة معروفة في فقط في عنابة يسموها أخبار إيدو. شفتوا أين تذهب ميزانية هذا قطر بحري؟ جاي نكمل لكم، مازال يا سي القايد غادي هذه الملفات اللي خايف من راك خايف منهم شادينهم عليك، لانكم انتم عصابه واحده، هما شادين عليك ملفات تشدم انتم كلكم عصابه. حنا كي قلنا تروحوا كاع وترحلوا كاع، حنا لسنا عبيد حتى نحوسوا على تحسين العبوديه من عبيد عند سعيد ولا عند فلان الى عبيد عند القايد ونطلب. الجزائر هو سيد قراره، الجزائري هو سيد قراره، وحنا اللي أصحاب البلاد وحنا هما السلطة في البلاد، لا القايد ولا السعيد ولا توفيق ولا غيره من الجنرالات المرتزقة ولا أصحاب وجدة. جنجل ونعود إليكم خوتي. الآن نتنقل إلى البنت الصغرى أو ابنة الصغرى للقايد صالح، والتي تمتلك شركة تطوير عقاري. اسم الشركة نعطيكم حتى الأسامي وبتخدموا خدمتكم بما تقولوش باللي ما على بالناش، نعطيكم اسم الشركة تعطيكم كل شيء. اسم الشركة تدعى البهجة ميد، معتمدة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. تبارك الله يا أخويا، تبارك الله، احنا ما فهمناش احنا هذه الأموال ما راكم تجيبوا فيها. انا احنا نشوفوا في خوتنا راهم يعانوا في الصحاري وفي الجبال وفي الكازرنات وما شابعين كل واش مولاتكم راهم عايشين حياه عالم اخر، مين جبتوا هذه الاموال؟ هذه هي ميزانيه الجيش وراهي تروح. نزيدكم كذلك من الشعر ابيات وليس بيت. تعاونت ثلاثه من بنات القايد صالح، ابن بنات القايد صالح، واحده تدعى امل والثانيه تدعى نسيمه والثالثه تدعى لمياء. بالمناسبه كيف كان صالح، لمياء بنت القايد صالح هي زوجة الدكتور عروة، والذي هو الطبيب العسكري الذي يعمل في سفارة الجزائر بباريس، وراه هو ولمياء الزوجة تاعو الآن يقيمون في باريس. القايد صالح الجيش تاعنا ما شاء الله تبارك الله فيه دكاترة أطباء ما شاء الله عليهم، يعني يطيروا كما يقولوا بالعامية. من كل هاد الأطباء لقيت غير الدكتور عروة، نسيبك باش تجيبوا السهر تاعك باش تجيبوا السفاره الجزائريه في باريس، احنا على بالنا على جبتو باش يقيس عينو باش يرمي عينو داخل كاش ما يكون منو ولا من يوصل لك الملفات، يعني نسيبك خير من واحد براني باش يوصل لك كاع واش راه يصرى داخل في السفاره، يعس السفير. جمعت اصبحت مؤسسه الدوله في خدمه صراع الاجنحه، الصراع تاعك بينك وبين سعيد الخفي واحد سفير انت تحط لها على السكري داخل مجال. نسيبك، شفتوا كيفاش الان نفضحكم في زوج او في ثلاثه او في اربعه او كل الاجنحه، كل اللي يتامر على الشعب الجزائري. بالمناسبه كي لحقنا لهذه عروه
واقامتها في فرنسا، قلنا نزيدو نبحثو، ربما كاش ما نصيبو ملفات، ربما نصيبو ملف ولا زوج شركات. وتوصلنا الى شركه في باريس تدعى اليانس جارد سيكوريتي بريفين. هذه شركه تم افتتاحها بمبلغ حوالي 10000 اورو، ولكن الاسم تحمل نفس اسم البنت تاعك اللي هي لامياء احمد القعيد. نتمنى تخبرنا القعيد صالح، احنا للمصداقيه تاعنا نسالوك اذا تقولنا هذه تاع بنتك ولا خاطي بنتك، نظرا للاموال اللي راكم ضخيتوها من خلال البحث. طحنا في هذه الشركه في باريس والتي تقع في نعطيك العنوان تاع الشركه سي القعيد هكا باش جايه في سانكري لافوازي 95 22، يعني 95 220 مقاطعه 95. تاريخ التسجيل تحت الشركه كان في 15 9 2015، وتاريخ الالغاء كان في 15 مارس 2018. هذه هي ملفاتكم يا سي القعيد صالح، هذه الاموال اللي نهبتوها وراكم متصارعين على السلطه من اجل تضخيم الاموال تاعكم ومن اجل المحافظه على الاموال اللي سرقتوها ونهبتوها. هذه الملفات اللي خايف منها يا قايد صالح، حالا نكشفوا فيكم. طال الزمن او قصر، هذه لكم ملفات شادينهم عليك الاجنحه، طبعا انت جزء من لا يتجزا من العصابه، لانكم كلكم تامرتم على نهب اموال الشعب، واليوم لا زلتم تخططون وتتامرون مع اجهزه المخابرات ومع الشواكر تاعكم في الخارج من اجل البقاء وخدمه مصالحكم ومصالح المحيط تاعكم والابناء تاعكم. حتى لا ننسى كذلك في نوفمبر 2014 واغتيال والي ولايه عنابه المرحوم محمد منيب صنديد الذي توفي اثر ازمه قلبيه في مستشفى فرنسا بعدما تم نقله إلى فرنسا، الذي تلقى صفعة وكف علني من طرف ابن القعيد صالح. من أجل ماذا؟ السبب هو قطعة أرض في منطقة جنان الباي الواقعة في عنابة. هذا ابن القعيد صالح اللي يسترجل بوالده باباه والمنصب تاع باباه والأموال المنهوبة. ضرب والي بكف امام العالم وغطوا عمره كما بنقولوا بالعاميه، وحكمته ازمه قلبيه وتوفى، والروح تاعو ستظل تلاحقكم الى يوم الدين يا مجرمين يا قتله. اليوم جيت تلعبها لنا باللي انت تحارب في العصابات، وانت انت العصابه راسها، انت جزء من العصابه. كذلك حتى لا ننسى في سبتمبر 2017 تم تأخير باخرة، وكتبوا عليها حتى الفرنسيين، تأخير باخرة القادمة من مرسيليا إلى الجزائر بسبب من؟ بسبب ابن القعيد صالح، لأن السيارة تاعو كانت عاد ما جهزتش في الورشة، السيارة الفاخرة اللي داها يخدم لها الأمور تاعها في مرسيليا في ورشة متخصصة، فقام بتأخير باخرة تاع نقل المسافرين من قارة إلى قارة ومن دولة إلى دولة. لماذا؟ لأنه ابن القعيد صالح. هذا هو القعيد صالح، وهذا هو اللي راه الناس شادة فيه بعض، واللي تزكي فيه ناعمة فيحي. هذه هي الحقيقة تاع القعيد صالح. نزيدكم من الشعر بيوت. الآن نذهب إلى الشيء اللي هو ميزانية تمويل الجيش. ميزانية تمويل الجيش أخذ ابن القعيد صالح في مطلع جانفي هذا اللي فات 2019 حوالي 300 مليار سنتيم. 300 مليار سنتيم، دوك نحكي لكم القصة ونعطيكم تفاصيل تاعها. بومدين ابن القعيد صالح شريك مع، نعطيكم الأسامي، مع العقيد تاع المعتمدية المدعو ظريف جمال، والشريك الثاني لهما هو مدير أمن، المدير الجهوي لأمن الجيش المدعو توفيق، والشريك الثالث لهما هو الرائد هواري صواب ابن اللواء. شوف من اللواء اللي غير في بعضهم،
من هم واليهم رائد هذا يسموه هواري صواب ابن اللواء قائد ناحية العسكرية الثانية صواب مفتاح، وهذا هواري صواب يشتغل مدير المالية في قسنطينة، كلهم شركاء بالإضافة إلى شخص آخر اللي يسموه زغلول، هو ابن الجنرال المتقاعد الجنرال زغلول، وهو في نفس الوقت زوج رئيسة المحكمة والقاضية في الشراقة، محكمة الشراقة. احنا رانا بالتحقيق معكم بالمليمتر، تحقيقات وتحريات ما عندكمش وين تهربوا منها. يستعملون سجل تجاري لشخص ميت المدعو عبد الغاني سطايفي الذي توفي عنده كم شهر، توفي ولا زال السجل التجاري لتمويل الثكنة العسكرية بالخضر والفواكه لا زال ساري، والبارك تاعو في مستغانم. ظريف المالك للسيارة جولف السوداء التاريخ تاعها 2017 اللي كل سبت يروح يحاسب فعند إخوة هذا عبد الغاني ويأخذ الحق تاعو كما يقولوا بالعامية الباي تاعو، ويتمشوا يلقى صالح ابنك راه يسرق في أموال الجيش باسم شخص ميت اللي هو عبد الغاني الصطيفي. افتحوا تحقيقات، افتحوا أو انكروا. في القانون المادة 19 من القانون العسكري تقول لك باللي تمويل الجيش يكون على الأدنى، السعر الأدنى يعني كما نقول بالعامية موان ديزون، يعني أقل سعر في اللي يدفعوا الملفات من أجل تمويل الجيش المدنيين يأخذوا السعر الأقل باش يحافظوا على الميزانية. إما لهم خلاو السعر الأقل اللي عندنا حتى نسخ منهم السعر الأقل، وتحية لمصادرنا الداخل في أمن الجيش وفي كل المناطق في الثكنة العسكرية، خلاو السعر الأقل وأخذوا أكبر سعر وزيادة، فرق ل 300 مليار سنتيم أخذتها الشبكة تاع ولد القايد صالح، ولا أحد يفتح تحقيقات. أصبحت المخابرات العسكرية تترجى منا أن نفضحكم، لأن ابن أولادك تغاو خايفين من ولدك وخايفين ما هو حاطين ملفات وخايفين منك يا قايد صالح، يعرفوك بلي أنت عنصر من العصابة وأنت العصابة بحد ذاتها. انكروا الملفات اللي أنا نحط لكم فيهم والتسريبات اللي انا خرج لكم فيهم. خايفين لماذا؟ لانكم تعرفون كل هذا الشيء حقيقه عليكم، لهذا تبلغون على الصفحات تاعنا وتبلغوا حتى هذا ربما هذا الحلقه تم الحلقه الماضيه اللي فاتت في الشرق الاوسط تم الجبناء بتبليغ عليها، وعملوا حتى باللي حقوق التاليف تاعهم اللي هي صورتي وصوتي حطوها باللي حقوق التاليف تاعهم لانهم مرعوبين من الحقيقه، حتى قنوات تلفزيونيه وطردوا فيها في الخارج وفي الداخل لأنكم مرعوبين، لأنكم تعلمون أننا نقول ما يخاف الآخرون من قوله والإعلام المرتزق من قوله، ونعطوكم الحقيقة تاعكم بالأدلة. هذه شبكة القايد صالح اللي اليوم حاب يبين باللي هو البطل. وحتى لا نتكلم على الفضائل الأخلاقية للقايد صالح عندما تم طرده من المؤسسة العسكرية لأسباب مخلة بالحياة في 83 قبل أن يرجعه أخشد لبن جديد بعد سنة ونصف. هذه حقيقة، بلا ما نتكلموا عن المؤامرات على القايد صالح مع المخابرات الإماراتية وكيف تم تصويره في الإمارات من طرف المخابرات الإماراتية، واللي ظل في الإمارات ومسخر إلا حتى قصر بالأوكرانيين والروسيين داخل هذه القصور المشيدة من طرف الإمارات ومصور من كل ناحية، خايف من هذه الملفات القايد صالح. هذه هي حقيقتكم. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود. طائرات الجيش في خدمة أبناء القايد صالح، طائرات الجيش اللي شارينها يعني الهليكوبتر اللي شارينها من أجل استطلاع ابن القايد صالح يتجول بها على شواطئ عنابة، ابن قائد أركان الجيش، أصبحت ملكا لهم وملك خاص. هذا داخل الوطن، نذهب إلى خارج الجزائر. السيارات الدبلوماسية تابعة للسفارة الجزائرية في خدمة أبناء القايد صالح، رغم أنهم لا يحملون أي صفة في السلطة لا سياسية ولا عسكرية. أمامكم هذه الصورة لعادل ابن القايد صالح. كل أبناء القايد صالح، كل أبناء القايد صالح معفيين من الخدمة العسكرية ولم يؤدوا الواجب الوطني. ابعثوا أولادك القايد صالح للعسكر للجيش وتكلم باسم الجيش،
ماشي ولادك تبعت فيهم لباريس وسويسرا والمانيا واستثمارات وشركات واموال ضخمه في الجزائر وتجي تتكلم اسم الجيش. لا تكلم اسم الجنرالات المرتزقه، بيان الجنرالات المرتزقه والسراقين والنهابي لاموال الجيش، ماشي بيان الجيش، لان اخواننا متبرئين متبرين منكم نهائيا، خاوتنا الجنود والكبرانات والسراجل وكل عناصر الجيش الشعبي الوطني الشرفاء والنزهاء متبرئين منكم ولا تمثلوهم. انتم تمثلوا الاموال تاع اولادكم اللي نهبتوها. الى هنا خوتي سنترككم مع بعض الصور التي وصلتنا من داخل المؤسسه العسكريه في مختلف الاسلحه في القوات البريه والقوات الجويه والدفاع الجوي عن الاقليم والقوات البحريه والمشاة الاليه والميكانيكيه وفي كل مختلف الاسلحه التي تعبر عن نفسها والتي ترفض لقرارات القايد صالح، لأن القايد صالح يعلمون جيدا إخواننا أنه جزء من العصابة لأنهم هم المتضررين. وبالمناسبة هذه الوثيقة تتذكر يا القايد صالح لما خاوتنا العسكر وصف الضباط اللي زدت لهم 4 سنين كان عندهم 15 سنة ويروحوا إلى نصف التقاعد بالحقرة تاعكم، زدتوا لهم 4 سنين 19 سنة باش يروح نصف التقاعد وهم يترجون فيكم يخرجوا شباب باش يشوفوا حل لحياتهم، يشوفوا حل لحياتهم في السيفيل، ولغيتوا لهم هاي لأمامك الوثيقة ولغيتوا لهم وقلتوا لهم بالسيف تقعدوا 19 سنة وهذه ماهيش 4 سنين فقط، قلتوا عليها 4 أيام لأنكم ما تحسوش واش راه يحس الجندي، ما تحسوش واش راه يحس الكبران، ما تحسوش واش راه يحس السرجان، لأنكم مرتزقة ولهيين في دخل أموال. خاوتنا راهي تعاني، خاوتنا راهي من الداخل راهي مكسرة من الداخل، محال ومحال ومحال تقدروا تقنعوا هذا الجيش في قمع خاوته الشعب، محال، لان هذا الشعب هذا الجيش تضرر منكم اكثر من اللي ضررنا منكم احنا كشعب. وان شاء الله خاوتنا احنا ما ندعوش خاوتنا الى اي عمل من الاعمال، خاوتنا في الجيش يبقون في ثكناتهم ويبقوا في الكازرنة تاعهم ويبقوا في الحدود ويبقوا حامين للبلاد، ولكن اذا امرتهم وجاتهم تعليمات من عند هذه القيادات المرتزقه باش يقمعوا خاوتهم ولا يقتلوا خاوتهم، اياكم خاوتي تدوا الدماء في رقابكم. اذا تورطت هذه العصابه وهذا الجنرالات خلوهم يتورطوا وحدهم ما يورطوكمش معاهم، لانكم ابناء الشعب وابناء الجزائر. تحيه من لكل خاوتنا في الجيش من هذا المنبر ومن قناه الشرق الاوسط من امير ديزاد ومن كل الشرفاء اللي يؤمنون بالجزائر ومشي بالاشخاص وبالجنرالات.